راح أصدق لو قلت لك أن هذا القناة على يوتيوب تحقق أرباح ما يقارب 10,000 دولار شهريا. حصلت على أكثر من 4 مليون مشاهدة في آخر 30 يوم. استطاع مالك القناة تحقيق الربح من اليوتيوب بدون أن يظهر على الكاميرا أو يتكلم بصوته. كل ما هنالك هو عمل قصص أنيميشن مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي. نعم، بالذكاء الاصطناعي تم نشر 70 فيديو فقط على القناة، وحصل على أكثر من 100,000 مشترك في 4 أشهر فقط. الشيء العجيب هو أن صناعة مثل هذا المحتوى سهل جدا وما يأخذ من عندك 10 دقائق يوميا فقط بسبب استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية. هذا النوع من المحتوى أصبح ناجح جدا في الآونة الأخيرة ويحقق مشاهدات مليونية على يوتيوب وتيك توك وإنستغرام. اشتركوا معنا في كورس التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي وابدأ رحلتك بصناعة المحتوى وكن مستعدا للربح.